للمحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم النوايا، وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة بعد كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. رواه مسلم بهذا اللفظ، كزبد البحر. تدري كم يمر بك هذا الحديث؟ يمر بك 5 مرات بعد كل صلاة، وعند النوم، لكن بلفظ آخر، حديث علي عند النوم يختلف في كلمة واحدة. عند النوم تقول بدل التكبير 33 34 تكبيرة، بدل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. أما بعد الصلاة تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله تمام منه، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. إذا صليت أو مسلم لا تستعجل، من أعظم العبادات دقائق معدودة، لا تقوم حتى تقولها وحتى تحصل على غفران الذنوب وإن كانت كزبد البحر. له قص الحديث أيضا سيقى من لفظ آخر في الصحيحين أن فقراء المهاجرين، الفقراء أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني التجار والأغنياء أهل الأموال ذهبوا بالأجور، لهم فضل أموال يصلون يتصدقون بها ويزكون بها ويغزون بها ويحجون بها ويجاهدون بها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم، لم يعني ما يسبقكم أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أو بلى. قال: سبحون الله في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرونه 33. هذا لفظ، وورد في لفظ مسلم وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. فسمع الأغنياء بهذا الحديث فأخذوا يسبحون. فأتى الفقراء ثاني مرة قالوا: يا رسول الله، سمعوه فصاروا يسبحون مثل ما سبح، وأموالهم عندهم يتصدقون. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني تسبح وتسيد وتصدق هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا لم تجد صدقة، سواء عندك صدقة وسائل، لكن يعوضك هذا، ما عندك مال، ما عندك إنفاق، فبعد كل صلاة اجعلها مكانك، اثبت مكانك. يقول أحد العلماء: لا تستعجل وأنت في المسجد، لأنك ترفع ملفاتك إلى الله، الناس في صلواتهم والله في قضاء حوائجهم. يعني احنا مستعجلين في الصلاة، بروح عند البقالة، أصلا اللي يقضي أمور البقالة هو الواحد الأحد، أنت بين يديه، بروح لأن عندي مشغول، عندي أنا قدمت في وظيفة وبيتأخر الملف، أصلا أنت تجهز نجاح الملف الآن في صلاتك وتسبح، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. قال: عندي مريض في البيت ينتظر. يا أخي، أنك أنت الآن ترك تدعو بشفاء المريض، ترى كنت بين يدي ملك الملوك اللي شاف المرضى سبحانه. قال: ولدي ينتظرني، بيروح ولدك بينتظرك. أيوة، أنك أنت تدعو الله بصلاح الولد، أنت لا أصبر شوية، لأن أصلا الأغراض تهيئ لك، لأنك من بريد الملوك ترفع له الملفات سبحانه وتعالى، لأنه يدبر الأمر، يدبر، هو اللي يدبر أمرك، يصلح لك الذرية والنية ويجهز الوظيفة ويهيئ لك الصحة ويحفظك. لكن حافظ على هذه، ما عندنا أعظم من هذه العبادات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. بعد كل صلاة لا تستعجل، 33 كم تأخذ منك؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. تقولها بحضور، تقولها بحب،
ولا بيشرح صدر. بعضهم يقول كذا، أنا رأيتم بعيني. بالله هذا تسبيح كذا تصدق وكذا، وناظر في الجدران ويعد المصاحف والمروحة، ويشوف المروحة لا تكون باقي مكانها، ويشوف في الناس اللي خرجوا واللي دخل المسجد ثم راح. فين القلب؟ وين الحضور؟ أنت تعد أغلى من الجوال، أغلى من الذهب. وإذا عاد تعد الفلوس تجده يمحصها لا تلصق من خمسة في عشرة ويعدها ثاني مرة، يقول لو سمحت عدها قدامي. لكن ما التسبيح لا كذا، وش كذا؟ لا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا أغلى شيء. ورد يومي لك خمس مرات وعند النوم السادس، لكن النوم بس بدل 33 تكبيرة 34، وأما بعد الصلوات 33 من كل شيء، ولا إله الله تمام المئة وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. كنت تقول مروية على مهل، فإذا انتهيت تخرج. وإذا جهزت إن شاء الله بارك الخيرات، وبشر بالرزق وبشر بعون الله وبشر بتوفيق، لأنك أديت ما عليك وغفر الذنوب وكانت كزبة البحر لفظ مسلم كما سمعت، لأنه كريم سبحانه ورحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن صار على منهجه يوم الدين. أيا من غدا للمحبة غارس، على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس، بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم الطهرى، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالذكر.